المفروض مش غلط. ماشي ماشي يا ميو، ماشي. The race to the pool، أول جزء في اليونت الأولى. طبعا منهج اوبورتيونيتيز زي ما انتم عارفين، المنهج ده لحد ما الترم دوت يعني نقوله فوق الايه، فوق المتوسط، ما هوش برضه صعب قوي. هو عيبه ان هو في قواعد ياما، يعني قواعد ياما، هي حاجات سهله ولكنها ياما كتير. The race to the pool، the race اللي هو السباق، to the pool اللي هو القطب، يبقى في سباق او مش سباق، يعني مش عاملينه جري يعني، لا في رحله استكشافيه. في واحد صفحة عايز كام؟ بيج 2، ففي واحد عايز يسبق الايه الثاني. في اثنين كباتن، كل واحد معاه فرقه، في فرقه استكشافيه يعني، فده عايز يسبق صاحبه. فبيقول ايه، on the 1st of June 1910 Captain Scott left London. طبعا left ده الباست من مين؟ من ليد. انا عمال استخدم بقى باست سيمبل في الازمنه دي كلها او في القطعه دي كلها، لان انا بحكي قصه حصلت في الماضي. Scott left London to begin his Antarctic expedition. Antarctic اللي هي القطبي، حاجه بخصوص القطب. Expedition اللي هو استكشافيه، يبقى رحله، قصدي رحله استكشافيه. يبقى الراجل ده ساب لندن، مشى من لندن في عام 1910 عشان يبدا الرحله. On his way، on his way، way اللي هو الطريق يعني في المسار بتاعه وهو ماشي. He received a telegram from the Norwegian explorer Roald Amundsen. فيبقى هو ماشي استلم خطاب، استلم تليغراف، سوري تليغراف، من واحد مستكشف نرويجي اسمه رولد امنسون. فبيقول له فيه I'm going south. So the race to the south pole was on. بيقول له انا بدأنا السباق، انا رايح جنوبا انا كمان. لذلك السبق بينا ابتدى. Was any was on يعني كان قد بدأ. قد بدأ. امنسون was the first to leave on 15th of October 1911. He had teams of dogs، كان عنده فرق من الكلاب. Pulling the sledges، pulling يعني تجر. Sledges اللي هي الزلاجات، عارفين كده الزلاجات دي حاجة يعني بس بيركب فيها الشخص مش اللي بيحطها في رجله، دي اسمها sledge اللي الحيوانات بتزقها. And all his men were on skis، were on skis معناهم كانوا مرتديون او مرتديين للزلاجات الخاصه بهم، بقى كل واحد لابس الزلاجه بتاعت التزحلق بتاعته. Because of this، because of this، خلي بالنا من because of ديت. Because of this he made a rapid progress. Rapid يعني سريع. Progress يعني تقدم، يبقى هو عمل تقدم سريع. نروح للشرح كده، نشرح بسرعه حاجه معينه عايزين نقولها. دلوقتي يا شباب انا عندي درس مهم اللي هو درس الروابط، بيتكرر كتير بانماط مختلفه واشكال مختلفه. فبيقول لك في جمل مثلا بتتربط ببعضها علشان الاضافه، يعني جمله بتضيف للثانيه معلومه، جمل ثانيه بسبب او بيتقال عليها جمل سببيه، تمام، واحده ثانيه بسبب جمل متناقضه. طب انا النهارده عندي because of وكم رابط اخر، زي ايه؟ اول رابط عندي طبعا واخدينه احنا قبل كده اللي هو and. and ده اللي هو بمعنى و. طيب ده بيضيف ايه؟ قال لك يضيف كل حاجه على بعضها، يعني فاعل وفاعل شغال، verb وverb شغال، اسم واسم شغال، اي حاجه، جمله وجمله، sentence وsentence كمان شغال. ازاي؟ يعني اقول لك كده I met احمد and علي، هنا ضفت مفعولين اهو،
I ate, أكلت and drank وشربت. أقول لك كمان مثلا إيه، أحمد and علي are friends، أصدقاء. تمام، يبقى أنا جمعت بيه كل حاجة. الرابط اللي بعده طبعا اللي هو but، وده بيجي يا شباب للتناقض. يعني ايه للتناقض؟ حاجة عكس المتوقع. أقول لك it was raining، كانت تمطر. It was raining، ولكن but we went out، we went out، خرجنا. It was raining ولكن خرجنا. طب يبقى دي جملة غير ايه؟ جملة غير متوقعة، جملة غير متوقعة. يبقى بجيب ايه؟ الرابط but بالمنظر ده في نص الايه؟ الكلام. طيب نيجي على الرابط اللي بعده او الرابطين اللي بعده، عندي because، لأن، وعندي because of، معناها بسبب. ازاي استخدمهم؟ لو انا عندي طبعا السؤال why، بسألك why where you absent، لما كنت غائب؟ why were you absent yesterday، ليه كنت غائب امبارح؟ يبقى انت هتيجي جاي قايل لي كده I was absent because، هتقول لي السبب بقى. يبقى بعد because هيجي الايه؟ السبب، بس هيجي على شكل جملة. أقول لك مثلا because I was tired، لأني كنت إيه؟ تعبان، مرهق. طب مفيش مشكلة. إيه بقى حكاية because of ديت؟ قال لك because of نفس الجملة اللي فوق في الترتيب برضه هعمله. يعني هقول إيه كده؟ I was ill sorry I was absent I was absent، أنا كنت غائب because of. أجي بقى عن because of ديت واستنى شوية. قال لي because of ديت يجي بعدها حاجة من اتنين، يا إما noun اسم، يا إما verb وأضيف له ing. يعني إيه؟ يعني في المثال اللي فوق أنا هجيب الفيرب بتاع الجملة اللي هو verb to be، يبقى because of be، بحط له ing، يبقى because of being tired، سبب اني كنت تعبان. لان يعني tired ممكن اجيب منها الاسم برضو. الاسم من tired ايه يا جماعه؟ tiredness، tired اهو ness. يبقى انا اعمل حاجه من اتنين، يا اما اقول being يعني verb ing، او اجيب الاسم واريح دماغي because of tiredness. طب بسبب المرض، ما انا عندي كلمه illness. طب بسبب الشتاء because of rain، بسبب الشتاء. ما لقيتش اسم من اللي انا يعني اعرفهم، اجي جاي عامل ايه؟ هات الفيرب اللي عندي في الجمله. لقيت الفيرب is مثلا او كان ار، هات لي يا بابا المصدر اللي هو verb to be واحط له ing، يبقى because of being، وتكمل جملتك زي ما كانت because of being ill مثلا. مفهومه ديت ولا ايه؟ مفهومه دي؟ مفهومه. اوكي نكمل الايه؟ النص. يقول لك بقى يا عم سكوت ده، سكوت الثاني بقى اللي هو امنسون، بيقول لك was first to leave، يبقى اول واحد امنسون ده هو اللي غادر، ثاني واحد سكوت. left on the 1st of November and soon، وحالا وبسرعه، had problems، جات له مشاكل. طب ايه المشاكل اللي جات له الراجل ده؟ اولا first his two motor sledges broke down. يعني ايه بروك داون؟ تعطل. طب خلي بالك من الفيرب بريك، بريك يعني يتعطل.
سوري بريك لوحده يعني يكسر. لما اقول لك يا حبيبي بريك اب يعني ينفصل، يقول لك اثنين مثلا انفصلوا عن بعض، يبقى they broke ايه up، النار اندلعت يبقى break out الماضي بروك طبعا. طيب يقتحم، ناس اقتحمت مكان يبقى break into، وخدنا هو break down بمعنى يتعطل break down. يبقى بيقول لي first his two motor sledges broke down and then the ponies، ponies اللي هم الكلاب اللي كانت معاه، began to have serious difficulties. يعني ايه serious difficulties؟ serious لوحدها كده بمعنى جاد، يقول لك ايه you look serious، على وشك كده الجدية يعني. انما لما اتكلم عن مشكلة واقول انها serious، لا معنى كده ان هي خطيرة، a serious problem، يبقى هو جاله مشاكل خطيرة. with the snow، snow اللي هو الجليد، and the cold والبرد، after while بعد فترة بعد لحظات، Scott and his men had to push the sledges themselves، الناس يعني اضطرت ان هي ايه هي اللي تزق العربيات push. طبعا انا عندي push يدفع، عندي pull اللي هو يجر، تمام؟ يبقى push يدفع، pull يجر ناحيتك. هم اضطروا بقى ان هم ايه push the sledges. بعد كده Emerson reached the pool، reached the pool، وصل للايه للبول ده للقطب، on 14th of December and put a Norwegian flag، حط العلم النرويجي there. Scott finally arrived at the pool with four companions. Four companions يعني أربعة رفقاء، أربعة أصحاب. On 17th of January they were devastated. يعني ايه devastated؟ قال لك بمعنى محبطين. ليه بقى؟ وين اتخيل انا كده عمال اجري طريق طويل عريض ومفكر نفسي ان انا الاول، ولقيت صعاب ولقيت حاجات الكلام ده كله، اروح الاقي محطوط علم هناك العلم النرويجي، يبقى معنى كده ان في حد ايه راح قبلي، فهم كانوا مرهقين سوري محبطين. When they saw the Norwegian flag, Scott wrote bitterly. Bitterly بمعنى بمرارة. Bitterly بمرارة. إنما أنا عندي كلمة better. Better بمعنى أفضل. يبقى أنا لو قلت he looks better، هو يبدو إيه؟ أفضل. لو قلت he looks in better، هو يبدو او ينظر في ايه مراره، ينظر في مراره، يا للاسف يا للمراره. Well we have now lost the goal of our ambition، الراجل بيتكلم عن حلمه اللي ضاع، ambition يعني الطموح، الشخص الطموح اسمه كده ambitious، and must face 800 miles of hard pushing and goodbye. Goodbye يعني يودع بقى، and say goodbye. And say goodbye to most of our dreams. هنودع احلام، يبقى ليه هيودع احلامه الراجل ده؟ لانه لقى العالم الايه؟ النرويجي هناك. The return journey، رحلة العودة، was one of the worst in the history، كانت واحدة من أسوأ في التاريخ، of exploration في رحلات الاستكشاف. طب ليه بقى كانت الأسوأ؟ بيقول لك the men، الرجال، were soon exhausted، أصبحوا منهكين القوة، خلاص الرجالة ما بقتش قادرة، خلص من عندهم الأكل والشرب والكلام ده الزاد.
بيقول لك and were running out of food، والاكل كان بيخلص من معاهم. The weather conditions were terrible، بالنسبه للظروف الجويه كمان were terrible، كانت فظيعه. Disaster، disaster اللي هو الايه؟ كارثه. تعالوا بقى نشوف الكارثه اللي حصلت للناس دي. ودقت الكارثه او حدثت الكارثه. Soon struck، sorry struck. ايه بقى؟ Edgar Evans and had terrible frostbite. يعني ايه frostbite؟ نوبه صقيه، جات له نوبه صقيه. يعني الراجل ده ايه؟ جمد. اتجمد مش من البرد بقى، صقيه، اطرافه اتجمدت. And died after a bad fall. الفول اللي هو السقوط. الراجل ده شكله وقع من على تل او من على جبل. The next to go، تاني واحد، was Captain Oates. Was Captain Oates. ثانية واحدة. إيه، تعال بقى نشوف كابتن اوتس ده حصل له ايه. Who was having great difficulty. قلنا difficulty يعني ايه خوف؟ صعب. صعوبة. بنكتب يا حوفي ولا احنا ما بنكتبش الكلام ده؟ ما بنكتبش طبعا. ما بنكتبش احنا يا شباب الكلام ده، صح؟ يعني اللي معاه الملزمة ما حدش كتب أي كلمة. سايب الصفحة بيضاء. ماشي. The next قلنا walking. Scott recorded his death. Scott ده دون، هنا recorded بمعنى ايه؟ دون. His death، موته. He said، قال ايه بقى؟ I am just going outside and I may be some time. قال لك انا خارج اهوت، انا خارج بره واحتمال اموت. We knew that poor Oates was walking to his death. أنا عارف إن هو الراجل أوتس ده رايح لهلاكه، رايح لموته. But though we tried to stop him، يعني حاولنا إن إحنا نوقفه. We knew that it was the act of a brave man. هو الراجل حب يخرج لوحده. ولكن قالوا له اصبر يا عم، أنت طالع فين؟ الجو برد وما هتسقط وبتاع. ما رضاش، اتحرك لوحده. Of a brave man، brave man بمعنى رجل ايه؟ شجاع، شجاع. And an English gentleman، ورجل ايه؟ gentleman، رجل رقيق يعني. We all hope to meet the end with a similar spirit. كلنا عايزين نقابل نفس النهاية بـ similar spirit، بروح مشابهة. And certainly the end is not a far، النهاية ليست ببعيدة. ده اللي احنا ايه؟ وقفنا عنده مع الشباب في الريدنج. يبقى احنا علم كده ان احنا وقفنا عند not far. نيجي بعد كده لدرس الجرامر اللي هو موجود ايه؟ عندي في اليونت. مشكلة قلنا الكتاب اللي انتوا بتدرسوه ده ان هو فيه حاجات كتير تبان ان هي صغيرة. يعني هو مثلا اعطيني الفرق ما بين ايه؟ مثلا النهاردة while و during. طبعا الكلمتين سهلين لو هتدرسهم لوحدهم، while و during. الفكرة في ايه بقى؟ ان علشان اشرح الكلمتين دول لابد ان انا اتعرض لزمنين، زمن past simple
وزمن باست ايه؟ باست كونتينيوس. فتعالى نشوفه كده ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم واحده واحده. باست سمبل طبعا اللي هو الماضي الايه؟ البسيط، وبيعبر عن افعال حدثت وانتهت في الماضي وليس لها علاقه بالحاضر ابدا. يعني ايه ليس لها علاقه بالماضي بالحاضر؟ يعني انا جيت قلت لك والله انا امبارح قابلت واحد صاحبي، امبارح قابلت واحد صاحبي، ايه علاقه امبارح بالنهارده؟ ما اللي حصل امبارح خلاص خلص، اللي حصل امبارح خلاص انتهى، انا مش يعني ما فيش علاقه رابطه بين امبارح ده والنهارده. فقال لك كده يبقى الباست سامبل بيعبر عن ايه؟ اكشنز happened in the past، احداث في الماضي that have no extension، ملهاش اي امتداد in the past sorry in the present، يبقى ملهاش اي علاقه بالحاضر. يقول لك انا اكلت امبارح بيتزا، ايه علاقه اكل البيتزا بامبارح بالنهارده؟ مفيش اي ايه، مفيش اي مشكله. يبقى هو ده الباست يا جماعه، الباست سمبل. طب بيتكون ازاي الباست سمبل؟ قال لي عادي جدا، من التصريف الثاني للفعل. بيتكون من ايه؟ التصريف الثاني للفعل. طب الافعال المنتظمه، ما احنا عارفين يا جماعه الافعال المنتظمه بنزود لها دي او اي دي في الماضي. يعني انا عاوز اقول بلاي، الماضي منه يبقى ايه؟ بلايد. ماشي شكرا. واتش، الماضي منه ايه؟ واتش ات. طب الافعال الغير منتظمه، قال لي لا دي لها تصريفات ثانيه، زي ما اقول لك مثلا ايه؟ سليب، الماضي من سليب ايه؟ هتقول لي slept. الماضي من go هتقول لي went. الماضي من hit هتقول لي hit، وهكذا. يبقى في افعال منتظمه وافعال غير ايه؟ منتظمه، مفيش مشاكل. طيب نيجي بعد كده، ثانيه واحده، نكمل يا شباب. يبقى التصريف الثاني للفعل من منتظم قلنا دي واي دي، الغير منتظم ده احنا حافظينه. زي ما اجي اقول لك ايه؟ جو، الماضي منه ايه؟ ونت. خلاص. هيت، الماضي منه هيت برضه. سبيك، لا ده الماضي منه سبوك، وهكذا. طيب في حاجه طبعا احنا بنمر عليه مرور الكرام كده، تمام. طب النفي في حاله الماضي البسيط ايه؟ قال لك didn't مع فعل ايه؟ مصدر. didn't وفعل ايه؟ مصدر. يعني بلايد يبقى النفي منه didn't play. ايه بقى الفرق ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر؟ قال لك صلى على النبي. لو انا جيت سالت اي حد فيكم كده واحنا قاعدين اهو، هو خوفي انت امبارح الساعة 5، هقول لك الساعة 5 عملت ايه؟ سؤالي اهو بالعربي كده، عملت ايه ولا كنت بتعمل ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ يبقى هو ما ينفعش عملت ايه؟ لا، انت في الوقت ده
كان في فعل انت في حاله استمرار جواه، زي والله كنت بتشرب الساعه 5 صادف، كنت بتاكل صادف انت كنت بتاكل، كنت نايم، كنت قاعد، كنت واقف، كنت بتجري، كنت بتلعب، بتتكلم مع اصحابك، بتساعد والدك، بتساعد والدتك، نايم، بتذاكر، الكلام ده، يبقى انت كنت في وسط حدث. الحدث ده بنعبر عنه ان هو في حاله استمرار في وقت معين. تمام؟ طالما في حاله استمرار يبقى قال لي الفيرب ده بيلزم له اي ان جي. طيب علشان ما نلخبطش الازمنه في بعضها اضطرينا ان احنا يا ملك نحط في الماضي البسيط في الماضي المستمر ده فعل مساعد كاشاره للزمن اللي هو ووز او ايه او وير. فبقى الزمن على بعضه كده اسمه past continuous ماضي مستمر. طب الماضي من وجهه وير اهو، الكونتينيوس جايه من الايه؟ الجيرند اللي هو فيرب اي ان جي. يبقى انا عاوز اقول انا كنت باكل الساعه 3، اقولها ازاي؟ اي واز ايتنج ات 3 o'clock، كنت نايم. اي واز سليبنج ات 5 o'clock، وهكذا. تمام يا شباب؟ تمام يا مس. قال لك طيب الماضي المستمر يا يوسف بيرتبط بالماضي البسيط في حالات معينه، ازاي؟ يوسف انت معايا؟ معاك يا مس. اوعى تكون نمت يا يوسف. اروى معايا؟ اروى ايوه يا مس. ملك ايوه يا مستر. يجي بعد كده نقول الماضي المستمر ده بقى بيرتبط ازاي مع الماضي البسيط. قال لك بيرتبط يا جماعه لما والله هيكون عندك حدث في حاله استمرار، يعني انا كنت بشرح الدرس فجاه امبارح مثلا، فجاه حدث اخر يظهر. أنا بتكلم عن ظهور حدث آخر. يعني وأنا باكل الباب خبط. يبقى هو كان الأكل بس اللي كان مستمر. يبقى ده was aware وverb ing مفيش مشكلة. ظهور الحدث الآخر ما هوش مستمر. طب أجيبه في أي شكل في الماضي؟ قال لي هاته في أبسط صوره اللي هو الباست سامبل. وابدأ ربط الجملتين دول كده بإيه؟ ببعض. ازاي؟ قال لك هات لي رابط، هاتوا لي رابط. قال لي اول رابط عندي اللي هو وايل. طب وايل معناها ايه؟ بينما. طب بينما دي تفيد الاستمراريه، يبقى انا لما هتكلم في الماضي هجيب بعد وايل الماضي المستمر اللي هو was aware مع verb ing وبعدين باست ايه؟ سمبل. ازاي؟ ندي اكزامبل. يقول لك ايه؟ وايل شي واز ايتنج، اهو ده الفيرب اللي كان في حاله استمرار. وات هابند؟ ايه اللي حصل؟ يقول لك كده ذا مثلا ايه ذا فون، التليفون رانج، التليفون رن. يبقى رنت التليفون دي ما كانتش في حاله استمرار، ده حدث مفاجئ، ده حدث مفاجئ، يبقى اجيبه في الباست سامبل. طيب مثال تاني، اجي اقول لك ايه؟ وايل، واحد من الناس كانت بتلعب، وايل اقول كده في حاله استمرار، وايل they were playing وهم بيلعبوا، someone shouted واحد زعق، ما هو ده حدث مفاجئ، اللعب ما فيهوش زعيق، ظهر فجاه الزعيق، يبقى الزعيق ده حدث مفاجئ. يبقى ايه الزمن؟ هاته في ابسط صور الماضي اللي هو الماضي البسيط، التصريف الثاني للفعل. طب جميل،
يقول لك يا مستر ما انا ساعات مثلا سوري ما انا ساعات يا مستر مثلا ايه ابقى بتفرج على التلفزيون في حاله استمرار مش لازم يعني يبقى في حدث مفاجئ. اقول له تمام، طب نعبر عنها ازاي؟ واحد مثلا بياكل سوري واحد بيتفرج على التلفزيون تمام وفي نفس الوقت بياكل فشار، كل فشار كل يا عم فشار، اعبر عنها ازاي ده؟ لا المشاهده عطلت الاكل ولا الاكل عطل المساعده عطل المشاهده، ولا حتى ده زوده ولا ده نقصه ولا في اي تاثير من ده على ده. واحد بيتفرج على التلفزيون وفي نفس الوقت بياكل، اعبر عنها ازاي في جمل؟ قال لك يا حبيبي هات وايل، احنا متفقين ان وايل يجي بعدها ماضي مستمر اللي هو جمله فيها was aware وباكد فيرب اي ان جي، بدل ما تجيب لي بقى حدث مفاجئ في ابسط صور الماضي لا هات لي برضه ماضي مستمر اخر، ما هو كان مستمر في الفعل ده، يبقى هات لي برضه جمله ثانيه فيها was aware وفيرب ايه؟ اي ان جي. ازاي؟ هنقولها كده. نعبر عنها ازاي ديت؟ قلنا هنقوله كده while he was watching TV he was eating popcorn فشار، كان بياكل فشار وهو بيتفرج على التلفزيون كان بياكل فشار. هل ده عطل ده؟ ما عطلش، مفيش حاجه عطلت حاجه، مفيش حاجه عطلت الكلام، فساعتها نجيب ماضي مستمر. طب ابدا بانهي؟ يا عم ابدا باي واحد. ما هو يا جماعه انا اكلت تفاحه وموزه، هي هي لما اقول انا اكلت موزه وتفاحه، حاحه وتفاحه، هي تفاحه وحاحه. فبرضه انا كنت باكل بوب كورن وبرضه في نفس الوقت كنت بشاهد، هي هي كنت بشاهد وباكل البوب كورن عادي يا مان. تمام كده؟ نروح للفاصل ونرجع ايه نكمل الحته اللي احنا هنقولها بسرعه يا جماعه يا شباب على طول.